حصلنا على دعوة من شركة بثيسدا لحضور الحدث الخاص بلعبة ديث لوب قبل أيام، واليوم راح نوريكم كل المعلومات الجديدة اللي قدرنا نحصل عليها عن هذه اللعبة. لعبة ديث لوب هي لعبة تصويب منظور أول، لكنها مو مثل ألعاب التصويب الاعتيادية، لأن الأسلوب بيكون التحقيق في جريمة عكسية، بمعنى أنك بتكون تحقق كيف تقدر تقتل أشخاص أو أهداف معينين في اللعبة، وهذا هو هدف اللعبة. لكن الموضوع ما هو سهل، وطبعا اللوب راح يكون فيه عائق لك، لكن شكلي تحمست شوي وما تكلم. لعبة ديث لوب هي لعبة تصويب منظور أول، لكنها مو مثل ألعاب التصويب الاعتيادية، لأن البطل كول راح يكون محبوس داخل اللوب، وهي فجوة زمنية تخلي كول يعيد يومه كل ما يموت. ومو بس كول، حتى كل سكان مدينة بلاك ريف محبوسين داخل اللوب. الهدف من كول انه يكسر اللوب ويحرر نفسه من الجحيم اللي يعيشه كل يوم. بطلنا كول فقد الذاكرة ومو قادر يتذكر ايش صار في اللوبس اللي مر فيها، لكن هذه المرة راح يتغير كل شيء. وكول اكتشف انه لازم يقتل 8 فيجنريز عشان يقدر يكسر اللوب، والثمان أشخاص هذولي أو الأهداف كل واحد فيهم له حياة خاصة فيه، ولازم كول يكتشف طريقة مثالية في قتل الأهداف هذولي، لأن لو تهور وراح وهجم مباشر على الهدف ما راح يقدر يقتله وراح يموت من غير ما يستفيد أي شيء. عشان كذا كول لازم يستخدم أسلوب المحقق ويبحث عن أدلة وتلميحات تفيده في عملية قتل الأهداف، وحتى لو مات بتكون ذاكرة كول موجودة، والدلائل اللي لقاها أيضا بتفيده أكثر من قبل في اللوب اللي بعده. مدينة بلاك ريف تنقسم إلى 4 أقسام، وكل قسم تقدر تزوره في أوقات مختلفة في اليوم، وهذا شيء مهم جدا لأن كل وقت راح تكون فيه أبواب تفتح وأبواب تقفل، وأيضا بيكون فيه أشخاص يطلعون وأشخاص يختفون، وفي أحداث مختلفة كثيرة وأدلة جديدة تقدر تحصل عليها في الأوقات المختلفة. اللعبة ما فيها وقت معين، تقدر تجلس في كل فترة زمنية من اليوم مثل ما تبي، لأن الوقت ما راح يتغير عن الفترة الزمنية اللي أنت اخترتها بداية المهمة. واللعبة تقدم أسلحة كثيرة متنوعة مثل المسدس العادي وسلاح الشوتجن والسنايبر والرشاش وغيرهم، وتقدر تضيف تعديلات مودز على الأسلحة وتضيف لها خواص جديدة مثل النار والكهرباء. وكول أيضا راح يقدر يحصل على قدرات كثيرة خارقة ومتنوعة مثل قدرة على إعادة الزمن حتى 3 موتات قبل ما ينعاد اليوم، يعني تموت 3 مرات بينعاد عليك اليوم بدل ما تموت مرة واحدة وينعاد عليك اليوم. وأيضا في حاجة اسمها ترينكتس، وهي أدوات تضيف تعديلات على شخصيتك، مثلا تعطي كول قدرة على أن يسوي الدبل جمب أو أنه ينتقل بشكل فوري من مكان إلى مكان آخر، وغير الكثير من القدرات الخارقة. لكن مو بس كول اللي ناوي يقتل أهداف، لأن في قناصة اسمها جوليانا، هذه هدفها أنها تقتل كول وين ما كان وتخرب عليه ولا تخليه يكسر اللوب، وتجيك بشكل عشوائي في المرحلة، وإذا جت راح تخلي حياتك جحيم. اللي بيتحكم فيها بيكون ذكاء اصطناعي بالعادة، وقالوا أيضا حتى لاعب آخر يقدر يتحكم في جوليانا، لكن ما شرحوا لنا كيف ووين يقدر يتحكم. وهذه كل المعلومات اللي قدرنا نحصل عليها عن لعبة ديث لوب القادمة. اللعبة راح تصدر لجهاز بلايستيشن 5 والبي سي في 14 سبتمبر 2021، وبتكون حصرية مؤقتة لجهاز البلايستيشن 5. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.